من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بانون. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول المنتخب الوطني، حول أرضية ميدان مصطفى تشاكار المهترئة. الحديث الآن عن إسلام سليماني، هذا الشاب الجزائري ذو الإرادة الفولادية الذي تحدى كل الصعاب، حطم أمس الرقم القياسي ب 37 هدف، الذي كان بحوزة هداف وقناص ولاعب أيضا جد رائع اسمه عبد الحفيظ تصفوت. نستمع لإسلام سليماني يتحدث بكل فخر واعتزاز حول تحطيمه للرقم القياسي. سي نورمال، سي اون فيرتي، سي اون فيرتي دتر ميور بيتور دان غران بيي كوم لالجيري. سي فخر ليا وفخر لفاميلتي وفخر لمي بارون، فخر لولادي، فخر بور تو الموند. نوتر اوبجيكتيف ميتنون سي لا كوب دي موند. اون اي لا بور ايسي d'aller à cette Coupe du Monde, c'est l'objet, c'est mon objectif et objectif de tout le groupe. L'image de toute ma souffrance, c'est, j'ai passé par des moments difficiles, je veux dire en club ou en équipe nationale, c'est un truc que, comme j'ai dit, c'était pas un objectif, mais je suis là pour marquer des buts, et si je marque des buts, je bats des records. C'est... Islam, on va l'appeler, je sais pas moi, l'incompris peut-être, l'incompris. C'est une personne qui moi-même je ne comprends pas. Un joueur qui donne tellement sur le terrain, tellement généreux, qui déploie une grosse énergie sur le terrain, qui vient vous presser, qui défend et qui court beaucoup. C'est un joueur qui marque des buts, le meilleur buteur de l'histoire. بالفعل أطرح إسلام سليماني نموذجا للشاب الجزائري الشاب المثابر الذي يملك الإرادة القوية والفولادية. عبد القادر العفاوي، كلمة حول شخصية اللاعب قبل الحديث عن الأرقام القياسية وعن الأهداف التي سجلها بكل صراحة. سليماني لوك اللاعب اللي خدم وما كراش تعب في حياته مالغري جام كلوب صغار، حب يوصل وصل بالخدمة ماشي بالهضرة. لا بروف نتذكر بدايته في شباب الوجداد، كانت بداية صعبة، كانت بداية صعبة بزاف. انت لعب ضده عبد القادر؟ لعب ضده، كانت بداية صعبة بزاف، يعني اللي سوفره وما نكذبوش سوفره بزاف باش لاقى لهذا المستوى، يعني سوفره مكام كل الجوانب. والحمد لله اليوم يعني بالخدمه والاراده، الاراده عنده اراده قويه كلها، بالاراده والخدمه والشخصيه ديالو قدر يوصل من واصل اليوم، وقدر يلعب في الكلوب بمستوى عالي. واليوم راهو يعني الهداف تاع الفريق الوطني، ومازال يزيد يسجل، يعني ما راحش يحبس لهنا ان شاء الله، نتمنوا له يزيد يسجل اكثر. جيد، وهذه هذا هو اللاعب اللي حاب يوصل هكذا. سيد عبد القادر العمراني، المدرب لو تعطينا بورتري تكنيك حول خصائص اللاعب ومميزات لاعب اسلام سليماني. يعني بورتري تكنيك نظن باللي الحاجه الاولى لو بوينت فور تاعو. لا اسمح لي، هو مهاجم كيفاش نقولوا راس حربه. صحيت، مهمته تسجيل الاهداف، راه هذا هو اهم شيء. بصح حاجه قالها نطلع تاعو انا شاطر فيها، هو قال لك سي تان جور كي تري جينيرو، باسكو حنا في كره القدم الحديثه اكتوالمون تحب اللاعب اللي يساهم في افتكاك الكره مع صحابه. صحيت، وكاين مهاجمين دائما تلقاهم اون بوزيسيون دور جو، كي تجي تحوس عليها تسيب اور جو، هو العكس، تادير اللي تري جينيرو دون لي فور يولي مع صحابه يخدم الصحاب. صحيت، حاجه زوزه انا نعرفه مليح ماشي شويه، اوتوماتيكمون نجم نقول الكلام اللي قالوا العفاوي صح، مي نجم نقول العفاوي حاجه، دير حاجه ما تجيب ساهل بالعمل، حاجه ما تجيب ساهل. كاينه حاجه واحده اللي تخلي الانسان يوصل، هي التربيه تاعو والعمل تاعو. صحيت، ما يقدرش ينجح الا ما يكونش عنده هذا، خصوصا يكون مأمن بنفسه طبعا، باسكو هذا هو الاهم. سيفري مش سهل باش توصل لهذا المستوى وتلعب اوروب وانت خارج من المدرسه تاعنا يعني الجزائريه، باسكو بدا في البيان. صحيت، اوتوماتيكمون ولا عين بنيان بعدها شراقه. بارك الله فيك، في شراقه عفوا. صحيت، اوتوماتيكمون يعني تحس باللي سي كلكان كي امبيسيو، وهذيك الامبيسيون اللي خلاته يوصل، ولا موراليتي تاعو. امن بروح من الذهنيه تاعو، ايضا ذهنيه قويه. شيخ لاتاكون فونسونت لي تاكلي، افونسونت لي تاكلي، صح، يعاون بزاف ديفونسيف. وصبر صبر، صدير على بالك باسكو لو بوست لو بلو ديفيسيل. صبر بزاف شيخ، نو لو بوست في لورغانيزاسيون ديال ليكيب هو المهاجم، اللي كونستامون دو بيت، هو ياكل الضرب، هو كلشي. لا اللي توجو سيمي سي ان ماركاج، الا تلقى جوار ما يقدرش يصبر يضرب ويخرج. فهمت اوتوماتيكمون، سي جوار
طبعا كما قال عبد القادر العمراني الصبر والإرادة والمثابرة سير نجاح إسلام سليماني الذي نتمناه طبعا كل التوفيق ولما لا تحطيم أرقام قياسية أخرى تكون في صالح المنتخب الوطني. سي عبد المجيد كلمة حول إسلام سليماني حتى نكمل في المنتخب الوطني وندخل أيضا للملف المتعلق بالمكتب الفيدرالي. هو إسلام سليماني هو النموذج تاع الشاب الجزائري اللي يحب ينجح. صحيت. وهو علم الجوع والحفاء حتموه يتحدى وراه اليوم وصفوا بلي كان محقور يحب يبروفي والحمد لله وين وصل. هذا نموذج الشبان تاعنا اللي جايين اللي راهم يسوبريبار كي لو بران كوم اكزومبل. وكش ما تلقى سليماني ريكلامي كش ما تلقى يعني سليماني نهار لقيته في لي بلاطو كي كان في السياربي ولا كل حاجه ولا يهدر على فلوس ولا يعرف يلعب مقاتل. صحيت. هذا انسان مهاجم هذا يمثل حقيقه لو فري الجيري. جيد سيد عبد المجيد يحيى. الى الموضوع المتعلق بمصير المكتب الفيدرالي في ظل ما حدث لمقاطعه 7 أعضاء لاجتماع المكتب الفيدرالي. رئيس الاتحاديه لم يتحرك ولم يدلي باي تسريح ولانه كانه شيء لم يحدث او لا يحدث تحدث اشياء اليوم داخل المنتخب الوطني. سيد عبد المجيد يحيى قلت انا في الاصه السابقه في عهد الامبراطور انا سميته امبراطور وكل يسميه امبراطور محمد روراوة ولا عاد كان يتحرك ويتكلم. اتحدث عن الاعضاء داخل مكتب الفيدرالي لا اتحدث عنك او بعض الرؤساء الذين كانوا يملكون الشجاعه والجراه للحديث عن مساوئ محمد روراوة. في عهد خير الدين زتشي نفس الشيء هما نفس الاعضاء اللي كانوا مع خير الدين زتشي ولا احد كان يتحدث او كان يقوم باشياء او تصريحات تخرج عن الاطار المتعلق بالمكتب الفيدرالي. اليوم هل نقول هذا تمرد؟ هل نقول مقاطعة فعلية؟ هل نقول بالفعل اليوم نملك رئيس اتحادية ربما قد يكون الأضعف حتى لا نظلم الرجل في تاريخ ترأس رؤساء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟ وحقا تنظرك هذا الصراع خرج للعالم نورمالمون ما يخرج يدواف لافيلو لنسال فامي كان عندهم يعني مشكل يديروا بيرو فيدرال اكسترا اوردينار ويوضحوا كل الامور ويتحاسبوا وكانش اللي ديباسا لي ليميت دو لوتر ولا عفس في الاخر كان يصفيوها اون فامي. هما عندنا اون فامي عندما تكون لائلي عندما تكون في مصلحه كره القدم في مصلحه لكن المعلومات اللي عندنا كاين مصالح شخصيه ضيقه خصوصا قضيه الحكام والتعيينات والشعر الدولي. بارك الله فيك. شوف درك كي توصل تعيينات الشيخه ويعرف كون يديروا تعيينات بار ميكرو صحيت ما يدخل ما يديرهمش الاشخاص درك اللي حاكمين الاربيتراج يبطلوا اعطيها الكوفيسيال صحيت لان ما يديزيني لي زاربيتر بالفلوس وديزيني لي فلان وديزيني لي فلان وديزيني درك كون ينحيوا لهم يعني في اموال يوم سعد المجيد يوم تعيين الحكام. شوف راهي قضيه مصالح هذا هذا يعني حبيت نفهم من كلامك عفوا المقاطعه نفهم من كلامك اليوم اي عضو حتى لا تهم كل الاعضاء لانه فيهم الشرفاء والنزهاء بارك الله فيك حتى لا نعمم ولا نشخص ولا نجرح بدون ادله. انا ضد التجريح بدون ادله لكن هل تجزم اليوم تاع اليوم كعميد رؤساء النوادي الجزائريه انه فيه كاين اعضاء داخل المكتب الفيدرالي كل واحد عنده الحكام تاعو الخاصين به وحنا نعرفوا اعضاء المكتب الفيدرالي كاين اللي رئيس نادي كاين اللي مسير في نادي كاين اللي يخدم مصلحه نادي على نادي فين بارك الله فيك. ننظر هذا ما بوجاو غير تقاسوا مصالحهم صحيت لقاو رواحهم اور سوجي بالكش ما يستشرهمش الرئيس صحيح. لأن الرئيس مازال ما جاوبش نورمالمون الرئيس لازم يوضح على الاقل يدي تصريح في قناه الفا تصريح نورمال في قناه الفا ويعطي هذو ناس عندهم هاني اللي عندهم ازدواجيه المناصب صحيت حابين لو بار لارجون دو بار حابين يبقاو في المكتب الفيدرالي ويبقاو في المناصب تاعهم. هما الوزير كي عطاهم لو 30 على حسب ما فهمت طلبوا من رئيس الفيدرالية يتوسط عند الوزير يدير استثناء على المكتب الفيدرالي صحيت وكم صا يبقاو رجل منا ورجل من هنا. هذه معلومة مؤكدة مؤكدة دونك لو بريزيدون دو فيدراسيون مدام الوزير وانا نتمنى الوزير يبقى في كلامه وما يتراجعش صحيت قال ما بقاش لو 30 ما بقاش يتخير هكذا يعني يتخير هكا هكا صح. هاو نعطيك حاجة على كوتي اشوازي صليق كتب الرئيس الفيدرالية قال له أنا راني رايح إذا رايحين الآخرين
انا وجراس دو ماليك رابطه كرئيس رابطه امور كرئيس رابطه ما نحتاج حتى شيء صحيت زرك عمر بالو العكس ذلك رفض رفض اه باش يبقى في لا ليغ ريجيونال صح حاب ولكن هذه كلها كلام اه مي يروح لو فون لو فون راهم حابين كل لو بار لارجون دو بار هذه قراءه عبد المجيد يحيى انا نقراها ونعرف السبع الاعضاء المتمردون داخل المكتب نعرفهم خير من روحهم صحيت انا نعطيها لك نعرفهم خير من روحهم شخصيا درك هذو لو كان تقابضوا اليوم على مصلحه كره القدم نعرفوا شكون اللي عنده حق شكون اللي ما عندوش حق صحيت هذو راهي دي فيتيليتي انا باسكو بالكش زتشي عطاهم سارتان بوفوار دو مانوفر أه؟ هذا بالكش الى الى الاخر لو بوفوار وحده وما يديستيلي لهمش يعني الاخر راو راو ما كانش يسمعهم ما يجمعهمش باش يشاورهمش ما يشاورهم ما يجمعهم يبعثوا له بار تليفون اي بار الاخر دي ميساج يدير بيرو في فيرا اليوم كان رجل قوي بالفعل وهذا ما مليح لهم ديكتاتوريه في كره القدم مليح عليهم مليح الديكتاتوريه الديكتاتوريه الايجابيه ايجابيه شوف يبعث له ويقول له اليوم تبعث لي باللي حضرتي المكتب يستعملها السيد عبد القادر الأمراني في بعض المرات كان مدرب في بعض الفرق لا كان مدرب عنده الحق كرئيس ديكتاتورية تاكل ايجابيه هاو يعرفها ماشي قضيه ديكتاتوريه كقضيه اي سدير راي واحد لا لا اسمح لي ما فيهاش نقاش الشيء اللي تهضر عليه انت انا ما نعرفوش إيه؟ بعيد عليا صحيت مانيش حاب نورطوك فيه لي هذا خليك تو الايفاوي يعني خارج ولكن باش تقول لي يعني احنا نفهموا دي فوا كي نحب نكونوا منظمين وكونتون احنا في بلادنا ما نحبوش كيكونوا دي بروفيسيونيل لا لا كيكونوا دي بروفيسيونيل نحبوا لا ريغور صح باسكو واحد ما تربيناش عليها سي عبد القادر خلي نقولوها كمجتمع ماشي ما تربينيش عليها احنا نعرفوا كلش ونخالفوا هل لازم اليوم هل اليوم لازم في المناهج التربويه ندخلوا ماده واسمها ماده الانضباط هل اليوم نحن بحاجه لا ريغور بحاجه باش نربوا اولادنا منذ الصغر على الانضباط في كل شيء يعني اكيد ولهذا الشيء اللي ربما ما نقولش اغلبيه ربما اللاعبين ولا حتى المسيرين صحيت كاين اللي ما يتفاهموش معاك على برنامج وهذا غير معقول صادق انا غدوه دير برنامج تاع عمل قال ندرب صباح حتى لور ندرب عشيه حتى لور خلاص يفوك لو بروغرام فور ريسبكتي ما يجيش لاعب يقول لي لا شيخ ما ندربو صباح ندربو عشيه اللي ما كاينش منها لو لي لاعب يدير البروغرام ايوا نحبس علاش نخدم انا تروح هذا مبدا تاع الخدمه انا جيت قضيه المدربين راح نتكلموا حول هذه النقطه هذا هو المشكل بارك الله فيك انا قضيه الانضباط هذا جو بونس كو واحد اللي يكون محترف في ذهنه بارك الله فيك سان بروبليم دو كونسيونس هذا الفريق ماشي رزقي بارك الله فيك هذه مسؤوليه بارك الله فيك والمسؤوليه تكليف ماشي تشريف صحيت وكونت اوني ريسبونسابل اون بو با فير لونانيميتي اكيد ما تقدرش ترضي كاع الناس وي مستحيل سي فري واحد يقول لك عنده حق واحد ما عندوش حق انت بينك وبين ضميرك معليش اخويا انا الضمير يقول لي ندير هذا الشيء لازمني ندير ولا اكثر ولا اقل وسنعود الى نقاط ايضا مهمه الضغط الذي يعيشه المدرب مع بدايه الموسم يعيش المسير مع بداية الموسم يعيش رئيس النادي مع بداية الموسم ما يقدرش يوم رئيس نادي ولا مدرب يردي الكل يردي الصحافي يردي صاحبه يردي اللاعب السابق خصوصا ما تعلق بالانتدابات حتى في الفئات الشبانية اليوم ضغط كبير ورهيب لكن نبقى في موضوعنا قبل ما نعديك عبد المجيد يحيى عميد رؤساء النوادي الجزائرية عبد القادر الإيفاوي ما يحدث اليوم داخل المكتب الفيدرالي من انقطاعات توترات حرب مصالح هل سيؤثر على المنتخب الوطني اما نقول جمال بالماضي محوط على المنتخب الوطني بشكل نقول جمال بالماضي اللي راهو راهم كوفري لي جوار تاعو راهو محسوب راهو دايرهم شغل مش عارف راهو كيما يقولوا حاصرهم مونتوريهم مليح يعني بس هاد الخلافات اللي كاين في المكتب الفيدرالي سي انترن سي تقدر يفوت ترك بعيد على منظومه كره القدم الجزائريه والله انا ما نبالي كاع شكون راهو يخدم في الماء ولا شكون ما نعرفهمش اصلا تفضل سي ابو نعرف واش على بعضنا بعض حنا نقولوا دائما اون بون ايكيب افون تو سي اون بون ادمنستراسيون اون بون جيستيون صحيت ليماج دو ليكيب سي تاع ليماج تاع الاداره اكيد داكور صحيت اوتوماتيكمون المشاكل هذه ولو هي في الاتحاديه مي نحبوا ولا نكثروا نحبوا ولا نكرهوا بليتو تقدر تاثر واللي تاثر منها لو شكون هو المدرب صحيت وهذاك ولا تاثر منها المدرب يتاثروا منها لاعبين راحت لك باسكو ليماج دي جوار سي تي ليماج دو لونترينور صحيت
هادو اللاعبين عايشين مع المدرب 3 أو 4 سنين ودوك يشوفوه في وضعيه مش مليحه سي نورمال يساندوه ويساندوه تاثروا من كل جانب. بارك الله فيك. هذا هو المشكل اللي نتخوف منه انا باسكو اون فان كونت ماذا بيا المشاكل هذو ما يكونوش باش نجمو نتقدموا. هذا هو البلوز امبورتون. بارك الله فيك. نقطه ونقاط جد مهمه. تفضل سي عبد المجيد يحيى. درك مكتب الفيدرالي هذا وقتاش تنستالا؟ منذ ست اشهر تقريبا. كثر في مارس. في مارس. في مارس انت تستالي رئيس فيدرالية كرة القدم الجزائرية. عندك تذكرت لي كنت انا ذاك كان رئيس لجنة تاع ترشيحات. ترشيحات ما فيش ترشيحات. و 70% ما الذي حدث يا سيدي عبد المجيد؟ اليوم فرصة. لا والله اليوم فرصة حتى نكون فيه ديمقراطية وفيه حرية التعبير. ما الذي حدث بالضبط ولا أحد ترشح وتم يعني استقدام شرف الدين عمارة كرئيس اتحادية الجزائر لكرة القدم وانت نعرفك بصراحتك بجرأتك بمواقفك بمبادئك كيفاش قبلت ان تكون رئيس لجنة الترشيحات بدون وجود مترشحين الانتخابات خليني نقول لك لم تكن لا ديمقراطيه ولا شفافه ولا الصندوق هو اللي يفصل فيها. انا كي ترشحت كي حكمت لجنه الترشيحات مازال ما جاوش المترشحين. صحيت. ابري كي بدينا نخدموا جانا فرد مترشح. راح نقولوا له لا وانا رغم باللي فرد مترشح. كنت طيشت الملف. انا رفض. رفضت ونرفضوا اليوم وغدو غير غدو. لماذا؟ ما همش شرعيين. ما توفرش فيهم الشروط باش يكونوا كونديدا. المترشحين المترشحين يترشحوا وفيهم 70% صحيت تحدى اي واحد روحوا نهزوا الملف فتح موجودين ما عندهمش حق يكونوا في المكتب الفيدرالي على حساب القوانين المعمول بها. عدات معايا لجنه ولينا درك حنا في 5 في لجنه. انا نقول نو وانتم تقولوا وي. انا ناخذ الاغلبيه تاع اكيد عقبوهم. صحيت. زد انا في الطعن في مام في المترشحين في لي كونديدا. رفضت واحد 6 صح ما عندهمش مؤهلات وما عندهمش نيفو. صحيت. انا جي في باسي معوش احترام للسن تاعو. صحيت. واحترام لك ريبريزونتون دو ليكيب دي اف ال ان اللي عنده اخرين ما توفرش فيهم الشروط. جيد. انا جامي شفت وزين اونيزين تمد سيرتيفيكات دو سكولاريتي تعطيك ديبلوم. لي زين نو دون با دو ديبلوم. سي لونيفرسيتي كي ليفر دي ديبلوم. صحيت. سي لو ليسي سي لي سونتر دو فورماسيون. سي لاستيتيو يعطيك الصحة. اخرين جابوا من الاخر. بون انا جي ريفوزي. صح. الجماعة اللي معايا تغلبوا عليا. قبلوا عداو. مالغري تو سا معليش عديتوا لا فيدراسيون مبروك عليكم. باختصار. مبروك عليكم. ابداوا تخدموا. كيفاش من مارس ما خرجش بيان. لا فيدراسيون لونساو لو ميركاتو. لا شاري افون لي بو. صحيت. لاحوا لا شاري. ومن بعد القوانين لحقوا لو 20 سبتمبر. صحيت. والناس اللي بدات لو سيس الميركاتو. القوانين تاعك انت كيفاش دير؟ اليوم كاين دس القوانين بكل صراحه. اليوم كاين دس القوانين. القوانين هذو تجي قبل ما تلونسي لو ميركاتو. معليش تعطي لو ميكانيزم دي ميركاتو. جيد. لو نومبر دي جوار كيفاش يكون عندك 27 عندك 24 عندك 30 جيد. عندك باختصار لان الوقت يداهمنا. كيما نعطيك باختصار هذه اللي لازم ندافعوا عليها. معليش كيفاش ياريتيو الشيخ لو نومبر دو جون عند لي كلوب. لو ام سي عندها لي مويان حاب دير 4 ايكيب دي سبور علاه تقول له انت دير 25 صحيت تحب دير 4 ايكيب 19 عندها الصوارد عليه انت تحتمو تقول له دير 30 ليسونس عليه اعطي لي ما فيش قوانين تمنع ما تمنعش اعطي لي الفايده يعني فيه مزاجات نفحت له اليوم قال نفحت له اليوم يجيك يقول لك سبور 25 اي 17 30 اي 15 30 اي 13 30 معليش هذا يبقى كلامك وانت مسؤول على كلامك طبعا في 10 ثواني برايك ما هو الحل اليوم؟ الحل التقاء الاعضاء مع رئيس الاتحاديه الحالي الاتحاديه مع وزاره الشباب والرياضه دوا جوي سون رول دوا اريتي هذا لو مال هذا لان ما كما قال الشيخ راح الفريق الوطني يصبح يعيش في جو مكهر. مهما كان سنعود الى كل هذا والجرايد والتلفزيونات سنعود الى كل هذا سيد عبد المجيد يحيى لان الوقت يداهمنا علينا احتراما طبعا البرمجه طبعا المخصصه لقناه البلاد نلتقي في الجزء الثالث ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا